وفي كلمته الافتتاحية رحب الرئيس اللبناني ميشيل عون بالمشاركين، مبينا أن القمة تعقد لمعالجة نتائج أسباب الحروب المتنقلة التي ضربت المنطقة العربية وأدت إلى الخسائر المدمرة على الاقتصاد في بلداننا. لسنا اليوم هنا لنناقش أسباب الحروب والمتسببين بها والمحرضين عليها، إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا، والتي عادت بنا أشواطاً إلى الوراء. فالحروب الداخلية وتفشي ظاهرة الإرهاب والتطرف ونشوء موجات نزوح ولجوء لم يعرف العالم لها مثيلاً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثرت سلباً على مسيرة التنمية التي تشق طريقها بصعوبة في المنطقة.